السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم نوال تي في شانيل. اليوم ان شاء الله بمناسبة عاشوراء، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة ان شاء الله وزوال هذا الوباء عما قريب، غنشارك معكم تمر معمر بعقدة اللوز بطريقتين. الاولى غنعمروا فيها التمر المجهول واللي متوفرش ليه، غنوريكم الطريقة الثانية اللي نستعملوا فيها العقدة ديال التمر. بجوج كيجيو غزالين في التقديم، لذادين، تقدموهم في عاشوراء او في المناسبات ديالكم لضيافكم كذلك. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة مرحبا بكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. غنحتاج للتعمار ديال هاد التمر. عندي أولا التمر المجهول اللي مسحته بزيف أو منديل مبلل بمزهر، اللي ما كيبغيش المزهر ممكن يعوضوا بالماء ورد. مسحته مزيان، حيت لي هذيك اللعيبة اللي كتكون الفوق وفتحته من الوسط. عندي هنايا نص كيلو ديال اللوز اللي غليت الماء وطفيته ورميت فيه اللوز باش يتسهل علينا نزولوا ليه القشره، حتى نشف مزيان مابقاش فيه الماء. بات ليله على منديل ومغطي. درت مع نص كيلو اللوز، درت مع نص كيلو ديال السكر سنيده، طحنته الطحنه الاولى والطحنه الثانيه مع حبات ديال المسكه، حتى ولات عندي لاباط داموند على هذا الشكل. غندير هنا اربعه الحشوات. عندي هنا الحشوه اللي سبق لي وشاركت معكم في البريوات، المونغ تقريبا 50 غرام ديال المونغ اللي عسلته بنفس الطريقه اللي شاركت معكم ديك النهار، حتى كنحصلوا على بحال كونفيتور. الحشوه الثانيه غادي نستمها بقشور البرتقال المعسل والكاكاو. العقده الثالثه هنا عندي الشريحه بحال كي كنت شاركتها معكم كذلك في المحينشات، صدقوني كتجي رائعه. حتى هاد الشريحه غليتها في الماء، بعد ما غسلتها طبعا غليتها شويه في الماء، حيدت هذاك الماء، درت عليها العصير ديال الحامض قشور الحامض وخليتها حتى تعسل ثلاث ولات على هاد الشكل. بالنسبه للحشوه الرابعه والاخيره، عندي هنايا سكنجبير معسل كيجي على هاد الشكل ومعاه قشور حامض، كنعرفوا السكنجبير والحامض كيتواتاو، ومعاه ايضا شويه ديال النعناع طري مقطع على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. غنبدا في الحشوه الاولى، غندير ناخذ هاد المونغ. بسم الله غندير شويه من هاد لاباط داموند او العقده ديال اللوز. غندير هاد الشرائح ديال المونغ وغنطحنهم مزيان. بغيتو تقطعوهم بالموس وتخليهم يبانو بحال هكاك، يبانو الطريفات ديالهم في العقدة، خلوهم. بغيتو طحنوهم كي غندير انا، الا طحنتهم كتزيد كيخرج داك الجد او داك المذاق ديال المونغ كيخرج كثر. بسم الله. شتو كيفاش كيولي اللون ديالو؟ العقده كتاخد اللون ديال المونغ وديال العصير البرتقال. غندير ايضا هاد الكولي اللي بقى ونعجن هاد العقده الاولى ديالي. دابا عندي العقده الاولى، غندوز نحضر العقده الثانيه. العقده الثانيه بنفس الطريقه، غناخذ العقده ديال اللوز قليل منها وغنطحنو مع شور البرتقال المعسل والكاكاو. وبالنسبه للحشوه الثالثه اللي هي ديال الشريحه، غنبدل الكاس اللي طحنت فيه بودره اللوز هي الاولى، نضيف عليها الشريحه. هذه العقده ديال الشريحه بعد ما طحنتها كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، نضيف ليها بقيه ديال اللوز. العقده الثالثه ديالنا سالات، ندوزو للعقده الاخيره. بالنسبه للعقده الاخيره غناخذ عقده اللوز نطحنها مع هاد السكنجبير. من بعد ما طحنت العقده كتجي على هاد الشكل، غنضيف ليها باقي اللوز ونضيف النعناع.
عرفت كاس كامل اللي كيشوفوا معايا درتهم اصابع صغيورين بحال هكا اللي غنعمر بهم التمر، وهاد الكويرات ندير التمر بطريقه اخرى، يجي التمر بريستيج بالتمر المعجون اللي كنحضروا به الحلوه ديال المعمول. هاد الخليط اللي درت او العقده اللي درت معها الشريحه غنزيد فيها الكركاع مهرمش اللي عندي محمر، وغنديرها حتى هي بنفس الطريقه، ندير دي بودان صغارين بحال هكا وكويرات. من بعد ما شكلتهم كاملين غنبدا بسم الله باش نعمر هاد التمر. كي قلت لكم مسحتو بالمزهر وفتحته على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، غنبدا ناخذ الحشوه أو العقدة ديال اللوز وغنديرها فيه على هذا الشكل، وغنسد عليها وهي ما نوركش، تبقى عندنا لا فورم ديال التمره بحال هكا، وغنحطها في شي بلاطو. كنعمر هاد الكميه اللي عندي كامله ديال التمر، وهذا هو التمر ديالي من بعد ما عمرته كامل. غنغطيه بفيلم اليمونتير وغادي ندخلو المجمد على الاقل واحد ساعتين حتى يقصح ويشد راسو باش يسهل عليا نزينو. وغندوز نحضر معاكم التمر معمر بالعقده ديال التمر العاديه اللي كنشريو جاهزه او كنحضرو في المنزل. دابا غندوز للاقتراح الثاني اللي قلت لكم ديال التمر المعمر. نحتاج ليها هنا عندي 3 المعالق كبار ما عامرينش ديال الكوك محمص، مخلطه مع 3 المعالق ديال بودره الحليب المجفف، حمصتهم مزيان، نضيفهم على هاد التمر وغنعجنهم بهاد الزبده اللي دوبتها بيغ نوازيت وتكون باقا سخونه شويه. عندي هنايا واحد الساشي ديال زهر البرتقال. عندي هنا اللي نسيت ما ذكرت اللوز، حمصته بليته القشور ديالو طحنته. من بعد ما عجنتهاش كي كتقول لي على هذا الشكل، ناخذ واحد الكميه من العقده ديال التمر ونحلها بحال هكا في الكف ديال اليد، وناخذ واحد الكره ديال هذا اللوز ونجمع عليها، ما يكونش كميه ديال التمر كثيره. نكور بحال هكا، ندير فيها بوغ لوتوس او لاباط سبيكيروس، ندير منها كويره نديرها على هاد الشكل، نحاول نسدها كامله ما تبقاش هذيك الزبده كتبان، ونكمل هاد شويه اللي بقى عندي كامل بنفس الطريقه. نوريكم العناصر اللي غادي ندير للتزيين. عندي هنا بيستاش محمص شويه قسمته من النصف على هاد الشكل باش يعطينا داك اللون الاخضر ديالو. عندي هنا اللوز افيلي اللي حتى هو محمص شويه، السنيده او السكر حبيبات اللي درت ليها الملمع الذهبي، ممكن تشريوها جاهزه ولكن كتباع غاليه، ملمع اللي يكون غبره ماشي ليكيد ماشي سائل. عندي هنايا نوازيت، عندي اللوز حتى هو محمص، عندي الزنجلان ابيض حتى هو سخنته شويه، عندي الورد مفرك هكا، عندي هنا الزنجلان هادو حبوب ديال الزنجلان ملونين، العقيق اصفر، عندي هاد لي موتيف اللي كيكونوا دايرينهم بالشوكولاته على شكل تاج، عندي الورد هنايا، عندي هاد الشعيرات بحال شكل ديال الورد وهما ملونين حتى هما كيتباعوا بالعبار كيجيو زوينين في المنظر، عندي الفايتينغ، وعندي هاد لي بيرل ديال الشوكولاته الملونين. اول شكل كتجي بحال سفيفه تقريبا، ناخذ التمره بحال هكا كنجيب هاد العقيقه كنديرها الوسط على هاد الشكل كنثبتها.
هذاك التاج في الجنب ديال كل عقيقة بحال هكا، كنتبس واحد التاج. من بعد ما ساليتها غرست هذاك الموتيف ديال الشكلاط في شكل تاج من الجوانب بجوج بيهم. هاد الحفره اللي كتكون من هنا كنغطس هذيك الحفره في هاد السنيده اللي اللون ديال هاد الذهبي، وكنمسح هاد الجوانب على هذا الشكل. شفتوا كيفاش كتجي؟ كتجي جميله في المنظر. غندوز نحضر معكم الشكل الثاني. غناخد الشكلاطه على هذا الشكل، تكيت عليها باش تسد مزيان من هذه الفتحه. عندي هنايا شوكولاته، نديروا اي نوع ديال الشوكولاته، من الاحسن ديروا نوعيه جيده بالشوكولاته. عملت معاها اللوز اللي محمره بالقشره ديالو وهرمشته، كنغطس التمره بحال هكا، كنفدها من هذاك الزوائد وغنوضعها فوق بابي كويسون. كنحطها فوق بابي كويسون وناخذ هاد الشعيرات اللي قلت لكم بحال الورد وكنحطهم فوق منها. ما حد الشكلاط باقي منشف باش يتبتوا عليه. دابا غندوز لهذا الشكل اللي زينته برقائق اللوز. كناخذ اللوز، تكون لوزه ماشي كبيره وماشي صغيره، غنتبسها على هذا الشكل مائل. شفتوا معايا؟ وحدة مور وحدة. من بعد ما ساليتها كيف ما كتشوفوا معايا، هاد الحفرة اللي كتكون هنا بنفس الطريقة غنغطسها في هاد السنيدة وغنمسح هاد الجوانب. صافي كتجي التميرة ديالنا على هاد الشكل. ودابا غندوز لشكل آخر. غنستعمل هنايا أنصاف ديال القرقاع، غناخدها نثبتها من هاد الجهة، نتكي عليها تتفيكسا، ونقلب الجهة الأخرى نثبتها بحال هكا، نصف قرقاعة من هنا ونصف قرقاعة من هنا. القرقاع تا هو محمص. وناخد واحد الوردة على هاد الشكل يكون اللون ديالها جميل، ونحصل عليها على هاد الشكل. ودابا غندوز نزين معاكم وحدة أخرى، وناخد واحد نوازيت نغرسها في الوسط ديال واحد التمرة على هاد الشكل، نغرسها وناخد جنجلان أبيض وندير الجوانب ديال هاد التمرة بجنجلان أبيض. باش نسالي هاد الزوائد ديال الجنجلان اللي لصقوا في التمره، غادي نمسحهم ونحصلوا على التمره على هذا الشكل. شفتوا معايا؟ دابا غندوز نحضر معكم شكل اخر. واحد التمره نغطسها في الشوكولاط على هذا الشكل، نفضها من هذاك الفائض. وغندير فوق منها الورد اللي قطعته، ما خليتوش وريقات، قطعته شعيرات رقيقه على هذا الشكل، كيعطي منظر جميل حسن ان نديرو هكا وريقات. غندوز للشكل الاخر، وناخد التمره وغنغطسها في هاد بيستاش اللي هرمشته. فضلت انني نهرمشو على انني نغرسو هكاك انصاف. كنغمسو هاد الراس والعقده ديال اللوز وكنمسح هاد الجوانب. كتجي على هذا الشكل. دابا غندوز باش نزين معكم اخر شكل. غناخد التمره ونغمسها في هذا الجنجلان اللي ملون على هذا الشكل، وغنمسح هذه الجوانب. وغناخد ورده تكون اللون ديالها وردي فاتح ونغرسها الوسط. من بعد ما ساليت الاشكال كاملين، غناخد هذا البريون اللي قلت لكم نستعملوه حتى في الصابليات وفي الحلويات كاملين، وشيته هكا رقيقه كي قلت لكم. نغطس الشيته شويه، نحاول نفضها من الفائض وندوز باش ما يتبقاش اللي عندنا القرقاع اللون ديالو قهوي والتمر كذلك. كذلك هاد اللي درت فيها النوازيت حتى هي. دابا غندوز باش نكمل التزيين ديال هاد التمر معمر اللي درت معاكم بالعقده ديال التمر. عندي هنا غنحتاج العسل، غنغطس يدي شويه في العسل نديرو في الكف ديال يدي. هذه طريقه باش الا غطستو في شي حاجه بحال مثلا هنا عندي اللوز افيلي باش يشد فيه مزيان. من بعد ما مليتها في اللوز افيلي كتجي على هاد الشكل. بغيت انا تبقى تبينه هاد الكحوله ديال التمر، داكشي علاش ما فزكتهاش بالعسل بزاف.
من بعد ما ساليت هادو اللي دوزتهم في لوز افيلي، غنجيب بيستاش اللي عندي مهرمش، عندي يدي دهنتهم بالعسل، غندوز فيهم هاد الكره وغندوزها في هاد البيستاش مهرمش على هاد الشكل. شفتوا معايا كيفاش كتجي؟ وغنحطها في هاد القويعتات اللي درت فيهم القطه ديال العسل باش تثبت ليا الحلوه وسط منهم. بالنسبه للطريقه الثالثه اللي غنزين بها هاد التمر معمر، غناخد كره غنديرها في هاد الخليط ديال الشوكولاط واللوز مهرمش على هاد الشكل، نسقطها من هذاك الفائض ديال الشوكولاط ونحطها فوق بابي كويسون، ندفعها باش يزول من هذاك الفائض، ونخليهم حتى ينشفوا هاد الكريات. هاد الكريات اللي غنغمسهم في الشوكولاته، عندي هنايا البابي اللي كنلوي فيه الشوكولاط، غنقطعو وغنلوي فيه هاد الكره ديال التمر. ديال الشوكولاته وحدين قلت لكم غادي نغشيهم وحدين، غنرش فوق منهم الفايتينغ هكا الشوكولاته تكون باقا منشفات، نرش فوق منهم الفايتينغ على هذا الشكل ونخليهم ينشفوا. ودابا غندوز عندي هنا الشوكولاته البيضاء، غندير فيها كره ديال التمر غنوضعها فوق بابي كويسون ونخليه ينشف، وغنعاود ندير ليهم كوش اخرى ديال الشوكولاته البيضاء حيت شفتوا معايا بقات كتبان الكحوله ديال التمر. بعد ما نشفو عاودت ليهم الشوكولاته المره الثانيه، تقدروا تعاودوا حتى لثلاثه لي كوش ديال الشوكولاط، وندير فوق منها هنا قشور البرتقال اللي عندي معسلين اللي حكيتهم، غنستمر بحال هكا تنسالي الكريات اللي عندي كاملين. وهذا هو التمر المعمر اللي شاركت معكم اليوم، هذا التمر مجهول قدمته على هذا الشكل في هذا البلاطو، وهذاك التمر المعمر بعقده ديال التمر اللي ممكن نحضروها في البيت او نشريوها جاهزه، كتقام اقتصاديه اكثر من هذا التمر المجهول الى عمرناه. شفتوا معايا راه عمرتهم بنفس الحشوه اللي عمرت بها التمر المجهول، غير التمر المجهول كنعرفوا الثمن ديالو كيف ما سبق قلت لكم في الفيديو، الثمن ديالو كيكون شويه غالي ومشي في متناول ديال الجميع، بامكاننا نعوضوه بالعقده ديال التمر اللي بامكاننا كيف ما قلت لكم نحضروها في المنزل او نشريوها جاهزه، كتقام اقتصاديه اكثر، كيجي جميل في المنظر، تحضروه في شهر رمضان المبارك، تحضروه في ضيافكم، مناسبات كنعرفوا ممكن نحضروه في مناسبات مختلفه مثل الاعراس الخطوبه. وهذا التمر اللي قلت لكم عقده التمر وبحشوه ديال اللوز، نفس الحشوه اللي حضرت معكم كي قلت لكم اللي عمرت بها التمر المجهول، قدمتهم على هذا الشكل، عملتهم في قويعتات، هادو اللي مرمتهم في بيستاش درت عليهم وريضه باش تقاسي لنا ديك الخضوره ديال البيستاش، وهادو اللي درت فوق منهم فويتينغ، درت فوق منهم دوك الشعيرات ديال الورد الملونين على هذا الشكل، وهادو درت ليهم اللوز كونكاسي، درت ليه نكهه الفرامبواز باش هكا نغيرو المذاقات، وايضا اللون شفتو اللون كي كيجي جميل، كتقدموه لضيافكم بوجه مكم احمر لعائلتكم لوليداتكم تفرحوهم، كتفنوا في التزيين على حساب الرغبه، كيجيو روعه ما نقول لكمش، كي قلت لكم تقدموا بوجهكم احمر. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش بالدعاء والتعليق ديالكم اللي كيشجعوني وكيحفزوني، ومرحبا بكل من زار القناه، والى فيديو مقبل ان شاء الله، استودعكم الله على رجلا صديق ودائع.